تشتري واحد تاخذ واحد فري، التخفيض موجود عندهم هنا. مرحبا حبايب قلبي، رجعت لكم فيديو جديد، واليوم راح اسوي لكم تغطيه من اوتلت سيام في بانكوك. اوتلت الخاص في الماركات البراندات العالميه مثل اديداس، نايكي، بوما، من ناحيه الملابس والاحذيه، ومن ناحيه العطور ديور، شانيل، ومن ناحيه المواد الطبيه اكو صيدليه، من ناحيه المواد التجميل اكو مواد تجميل. هذا اوتلت يبيع جمله بسعر رخيص، ايش قد ما تاخذ كميات تاخذ تخفيض، ويبدي تقريبا يبدي في تايلاند كل سنه التخفيض من شهر التاسع. تحياتنا اخويانا، استمتعوا في هذا اوتلت النمبر 1 صراحه بالعالم. تحيات. انا طبعا بطريق الاوتلت هاي اكو كافيه امازون، تجي هنا بطريقك، طبقنا شربنا امازون كافيه بصراحه على هذه اجواء المطر في تايلاند، في العاصمه التايلانديه بانكوك. وهذا المكان كلش حلو صراحه، طريقنا يعني بالطريق، واني رايح للاوتليت، فقلت خلي اطبخ هنا نشرب لنا امازون على هذه الامطار الجميله. لاحظوا شلون مكان حلو هذا يقول. وهذا الثور المستنطح. تحياتنا. حياتنا اخواني، طبعا هذا الاوتليت الموجود في بانكوك على طريق بتايت. شوف الطبيعه اللي يا اخوان، الطبيعه الحلوه بالموضوع، من يجي هنا الطبيعه قد حلوه. حياتنا اخواني، بعد ما وصلنا الاوتليت راح نشوفكم. اول ما ندخل هنا هذا اوتليت، هذا عندك الباركينج الخاص بالاوتليت، وراح ندخل هنا عندك هاي ستاربكس. جولتنا في اوتليت بانكوك. تون سكتشر كل الماركات موجودة، هاي ماركت سكتشر طبعا. لاحظوا اخوان كافة الموديلات الحديثة موجودة هنا في ماركت.
ما وصلنا هنا راح ندخل نشوفكم الماركات الموجودة في وكالة أوتليت أديداس. تحياتي ابقوا وياي حبايب قلبي. حياتنا اخواني هاي الماركات الجميلة والحديثة. هذا الفور دي نلاحظ هنا سعره 4380. موديلات الزد اكس هاي الملابس انواع كافة الاوتليت موجودة هنا. هاي الملابس الاديداس بانواعها. عندك الفور دي 5600 سابقا كان سعره 8000. هاي البوست الجديد متخفض. هذا 4200. هذا عندك ال 22 5600 40% عندهم تخفيض. هاي موديلات حلوة. هذا البوست الجديد سوي هذا الاكس 9000. شوف الناس شلون تشتري اليوم عطلة تجي. هذا الاكس 9000
الحديث. وكالات تايلاند طبعا هاي من اشهر الوكالات بالعالم بالمناسبة اخوان. راح ضاي النسائي موديلات النسائية. تفضلها. هاي نوعيات كلش حلوة في الوكالة هذا القسم النسائي. طبعا هنا مبيعات النسائي اكثر بتايلاند لانه عدد النساء عندهم اكثر فمبيعات بالنسبة للنسائي اكثر. لكن هذا ينباع جملة ينباع واردرات خاصة. شوف هذا 4200 بارلي 21 زيتوني شلون لون حلو يخبط. هاي كلها موديلات 2022 شلون موديلات حلوة. هاي الوكالة اخوان وكالة جدا عملاقة. هاي الملابس الرياضية النسائية كافة الموديلات موجودة. هذا اكس 9000. This one how much? 60% F by F F by 4 how much? 2000. 2800. F F I by 4. About 40%. 40%. Yeah. Uh-huh, okay. This price, last price. Right? هذا آخر سعر 2800. تحياتنا. مكان حلو جميل ويوصل تخفيض هذا المكان حتى 90% صراحة. لحظة هاي الأسعار هاي كله. شوف ساعة 1690 سابقا كان ب 3000.
Buy one get one. Oh, it's okay. Nice. Yeah, yeah. I make in a new video in YouTube for this. طبعا تشتري واحد تاخذ واحد فري. التخفيض موجود عندهم هنا هسه بالنسبه لكل الاخوه اللي وافدين الى تايلاند. هاي الوجهه الثانيه بالنسبه للمواد اللي يحب يسوي كوزمتك وعنده محل على باب الله. ان شاء الله الله يرزقه ويجي ياخذ من هاي المكانات، لان هاي المكانات رخيصه جدا مخفضه، تخفيض راقي. هذا شوف 350 390 بات. طبعا الدولار اليوم 37، 3000 كل 100 دولار يساوي 3740 بات. تصريف اليوم اللي هو تاريخ 25/9. تحياتنا لكم، نطلع نكمل الجولة. وهذا الهسكي، هسكي هذا الهسكي. نطلع نكمل الجولة وياكم في اوتليت بانكوك. الاوتليت بصراحة اللي يستحق ان واحد يجي ويصوره ويخلي الناس تجي تندل هذا المكان اللي ما يعرفون والوافدين الى تايلاند. هاي ماركة الساعات. لحظة حواي قلبي. كبير، كلش كبير هذا المول، كلش كبير. هاي الماركت سياك. ماركات والله كلهم يبيعون. مع العلم المكان متطرف، هذا بمنطقة زراعية. ماركت بوس. تحياتنا اخواني، جولة مستمرة. وعندك هاي وكالة بوما، بوما لوغاس هاي قدامنا. وكالة بوما لوغاس تمبرلاند. هاي وكالات طبعا اكون انا شفت ما شايفها بحياتي. هاي وكالة بوما مسعارهم حلوة. البومة وموديلاتها جدا راقية، عندهم تخفيض 50%. هاي لوغاس. هاي ذا نيفرس، ذا نيوفرس.
هاي ماركة خاصة بالجلود. حقائب 30% حقائب كلش حلوة. تحياتي حبايبي، هذا ستاربكس. بداية جينا من هنا ووقفنا سيارتنا في هذا الباركينج الجميل. تحياتي حبايب قلبي، وصلنا الى هنا نهاية هذه الجولة. الصراحة الجولة كانت جميلة، ومكان راقي ويباع به بعد ارقى. تحياتي، اتمنى انه تزورون هذا المكان، وهذا المكان رخيص في بانكوك وفي العالم، يعني بصورة عامة احد الاماكن الرخيصة بالعالم بالنسبة للوكالات. تحياتنا اللي ما مشترك ويحب يشوف فلوقاتنا يشترك ويدعمنا باللايك وتفعيل الجرس. نشوفكم حلقات قادمة. أخوكم أحمد.